الأسبوع الثالث من إزاي نتعامل مع أولادنا. السؤال الأسبوع ده بيقول: أنا حاسة إني تايهة، أنا دايما براعي الولاد لوحدي، جوزي دايما في الشغل والولاد كانوا دايما بيسألوا عليه، ولكن لاحظت إن هما مش عايزين يعرفوا هو عامل إيه ولا فين. أنا حاسة إن مفيش هدف في حياتنا وخايفة ده يأثر على الولاد. السؤال ده جالي أكتر من 135 مرة. بيتقسم السؤال ده على 3 أسابيع. أنا حاسة إني تايهة، ده موضوع براعي الولاد لوحدي وجوزي مش موجود، ده موضوع تاني. وأنا حاسة إن مفيش هدف في حياتنا وخايفة إن ده يأثر على الولاد، ده موضوع تالت. كتير بيعاني من نفس الموضوع ده. والنهاردة أنا عايزة أعمل زوم على الأبهات اللي هي بتشتغل كتير وما تعرفش حاجة عن ولادها، أو سايبين يعني كل مشاكل وكل حاجة على الأم. الأبهات بتشتغل كتير جدا والولاد ما بتشوفهمش، وممكن يكونوا بيشوفوهم في السريع بس ما بيبقاش في كونتاكت بين الأب وابنه، لأنه هم أحيانا بيبقى عندهم الثقة إن الأم موجودة في البيت فهي اللي هتشيل المشاكل وهي اللي هتدبر كل حاجة. ولما يكون في بقى مشكلة كبيرة أو الأم مش عارفة تحلها، ساعتها الأب هو بيكون موجود في الصورة. أنا بقول لكمش إنكم غلط إنكم تشتغلوا، ما بقول لكمش إنكم يعني إنتوا مفيش حد بيدي وقت لولاده، في كده وفي كده. ما بقول لكمش إن لو إنكم تقعدوا في البيت مع ولادكم ليل ونهار علشان خاطر يعجب. انا بتكلم عن الابهات اللي هم مبيبقوش موجودين وولادهم مش عارفين اي حاجة عن ولادهم. كل واحد عنده مشاكله، كل واحد عنده ظروف، في اللي بيشتغل شغلانتين، فانا عارفة الظروف. انا ما بتكلمش عن اقعد في بيتك وركز، باكد على الموضوع ده علشان خاطر ما حدش يقول دي عايزة ان احنا نقعد في البيت. ولكن بطلب منكم، وده طلب من ولادكم كمان، اقعدوا مع ولادكم حتى لو كانت ساعه واحده. جاي من الشغل بدري، في ناس بتيجي بدري وتشتغل في الفجر، اقعد مع ابنك بعد المدرسه ساعه: ازيك يا حبيبي، عامل ايه في المدرسه، انت عملت ايه، المدرس عمل معاك ايه، المدرس عملت معاك ايه، اصحابك لابتوب ايه، اتكلمته في ايه، وحضنه خلاص. بس تبقى حسست ابنك وبنتك ان انت مهتم بيه. انت مثلا بتيجي من الشغل متأخر، ما بتشوفش الولاد بسبب ان هم لما حضرتك بتبقى جيت البيت ولادك بيبقوا نايمين، او لما بيروحوا المدرسة ولادك بيبقوا رايحين المدرسة وحضرتك بتبقى نايم. وانت داخل خش عليهم، شوفهم متغطين ولا لأ، اكتب ورقة صغيرة على الكومودينو بتاعهم او علقها على المراية: ازيك يا حبيبي، انا بحبك بابا، انا جيت متأخر فاتغطيتك بابا، وحشتني بابا. خلي فيه مرة في الشهر انكم تقعدوا مع ولادكم، تخرجوا كأسرة ام وولاد واب. مش قادر تخرج بيهم يوم كامل، روحوا اي جنينة، روحوا اي مكان مقفول، بما ان هولندا هنا على طول مطر، فروح اي مكان مقفول في سنترم، في اي حاجة، اقعد اتكلم مع ولادك، اقعد العب مع ولادك. ابنك لما يكون عايز انك استشارة او عايز يسأل عن اي معلومة وحضرتك ماسك التليفون، ما تفضلش تقوله معلش انا لازم اخلص ده او انا بشوف ده، او سيب التليفون واقعد جنب ابنك، شوفه محتاج منك ايه. ده هيأثر كتير، زي ما بقول بعيد تاني، مش لازم انك تقعد اليوم كله مع ابنك بس او مع بنتك بس، حسسهم بالحب، حسسهم بالدفء، حسسهم انك موجود، انك لما يكون في مشكلة ان هما برضو ممكن يروحوا لك، مش ان حضرتك بس تديهم المصروف ويقولوا لك شكرا يا بابا وخلاص. لان هيجي يوم حضرتك تكون محتاج ابنك او بنتك فيهم ومش هتلاقيهم، لان هيقولوا لك كنت فين لما احنا كنا محتاجين لك. حاول تجرب الموضوع ده، حاول تفكر ازاي تبدأ
في الموضوع ده يا ريت من الأسبوع ده، علشان نحاول نغير الستريس والكونتاكت اللي بين الأسرة، يبقى بين أب وبين أم. بشكركم اللي سمعكم الأسبوع ده، وأشوفكم الأسبوع التاني إن شاء الله في إزاي نتعامل مع ولادنا.